رخصت الحكومة الموريتانية اليوم الأربعاء لحزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال الذي يرأسه سعد والوليد القيادي السابق في مبادرة بهذه الحركة الانعتاقية إيرا. وحسب بعض المصادر الإعلامية فإن والوليد أكد استلامه وصل ترخيص الحزب من وزارة الداخلية واللامركزية، وذلك بعد 4 أشهر على تأسيس الحزب وطرح ملفه لدى الوزارة. وكان والوليد يشغل منصب المسؤول الإعلامي في حركة إيراء الحقوقية غير المرخصة قبل أن ينسحب منها بسبب خلافات يصفها والوليد بانحراف الحركة عن مسارها الذي تأسست من أجله. ومعنا للتعليق على الموضوع السيدة لالا أمد نائب رئيس حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال. أهلا بك ضيفتي أهلا بك، الكريمة. أهلا بك أخي. في البداية، يعني ما هي قصة هذا الحزب، حزب الرباط، ومنذ متى يعني كانت الأوراق موجودة عند وزارة الداخلية حتى يتم الترخيص في هذه الظروف يعني الاستثنائية؟ حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال هو حزب عنده توجهه الخاص به وعنده نظرته الخاصة اللي أساسا حقوقية ومن أجل بناء الأجيال حق بيدي تتلخص في العنوان من أجل حقوق بناء الأجيال. إذن الحزب انطلق من منطلق مجموعة عندها قناعة بجدول أعمال معين وبرؤى وأفكار معينة بدون على أن تعود تربطها أي صلات شهوية ولا عرقية ولا اجتماعية. بالنسبة لمتى الأوراق موجودة عندك؟ نعم، يعني منذ متى، يعني حتى تكتمل الصورة لدى المشاهد، منذ متى تم تقديم هذه الأوراق لوزارة الداخلية حتى يتم الإعلان عن حزب سياسي بهذا الشكل؟ بهذا التشبيك في الشكل هذا؟ لا، بشكل يعني مفاجئ، يعني ربما لم تكن هذه لا، القضية يعني لم مثيرة من يكن قبل يعني. لم يكن لم يكن لم يكن حصولنا على الترخيص شيء مفاجئ، لأن أي حزب تأسس يودع أوراقه عند وزارة الداخلية، وزارة الداخلية تقوم بالواجب من أجل إعطاء هذا الحزب ترخيص، وهذا أمر طبيعي ما يحتاج لعود سابقين ونشاطات معينة ولا أي شيء. كما تعودنا هنا دائما تكون قصة الأحزاب والترخيص لها فيها شد وجذب بين الداخلية والمطالبين بالترخيص، لكن دعينا من ذلك الموضوع، نتحول إلى أهم وهو التركيز على الأجيال. يعني ما هي رؤيتكم لهذه الأجيال المستقبلية في هذا البلد الذي يعني تحيط به هذه الظروف مجتمعة، وما لا ندخل في التفصيل يعني بالنشر. رؤية الحزب على بناء أي دولة لابد من يبدأ من التحت، معناها لابد من استهداف الأجيال، لأنه بصلاح الأجيال يصلح المستقبل به لي وقد عودة إلى الماضي وإصلاح الماضي، لكن إصلاح الأجيال بصفة خاصة. طبعا فم ياسر من النظريات المطروحة وفم ياسر من الخطط والبرامج اللي عند الحزب اللي يهدف من خلالها لإصلاح الأجيال ومنه إصلاح المستقبل ومنه إصلاح موريتانيا الجديدة إن شاء الله. إذا الحزب يعني شاب، يعني هل يمكن أن نطلق عليه أنه حزب شبابي يعني صح التعبير؟ لا، إحنا ما نقابل ذيك كاشي تجي علينا من أي شيء سوشي، نحن حزبته حزب موريتاني، يعني جميع الموريتانيين بدون تفصيل لا لعرقي ولا لجنسي ولا لمستوى عمري ولا فئوي نهائيا، هو حزب الموريتان كامل وحد كامل مقتنع وشايف فيه نفسه وشايف فيه اهداف عنده، كيف ما حصل عند الجماعه كامله اللي فاتت التحقت بالحزب مفتوح له الباب، ما عنده اي علاقه بالشباب من الكهوله من الاطفال، هي اهداف مشتركه، هو بصلاح موريتانيا لا يصلح لك الاجيال كامله. إذا بما أن الأهداف مشتركة ما تقدر تقعد تحكر على الشباب من المتقدمين في السن من الأطفال. إذا ربما الحزب شارك أو شاركت شخصيات من الحزب قبل أن يرخص في الحوار الوطني الشامل الدائر حاليا بين الأطياف السياسية. أين موقفكم يعني من ما وصل إليه الحوار لحد الساعة يعني؟ طيب، مشاركة الحزب في الحوار أتت كمشاركة طبيعية، لأن لا، هو شاركة الأشخاص قبل أن يتم الترخيص يعني؟ لا لا لا، شاركنا كحزب، لأن لأن الترخيص الضمني حصل نتيجة للفترة الزمنية اللي يعطيها الملف عند الوزارة، بما أن لم يتم الرد بالرفض فهذا يعني ضمنيا أنه ترخيص ضمني. إذا الحزب شارك كحزب ولم يشارك كأشخاص، لأن الورقة اللي سلمنا لهم كانت باسم الحزب، لأن المداخلات اللي قاموا بها الأشخاص كانت باسم الحزب، لأن النقاط اللي نسعى ونقاتل من أجل أنها تعود في المخرجات بما أننا شايفين فيها مصلحة للشعب الموريتاني كانت عن طريق الحزب. إذا لم تكن هناك مشاركة من قبل أشخاص، بل كانت مشاركة من قبل حزب مرخص ضمنيا نتيجة للفترة الزمنية اللي تخطات بدون على أنه يتم رفضه. وهل كان من النقاط التي طرحتم يعني للمشاركة في الحوار أن يتم الترخيص للحزب؟
لا 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 نهائيا نهائيا لم يكن من النقاط المطروحة في الحوار ولا في الورشات ولا حتى في المداخلات ما 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 ما, ما من شأنه أن يكون مصلحة شخصية للحزب أو مصلحة شخصية لأي شخص داخل هذا الحزب. كانت كل النقاط المطروحة تهدف إلى المساس من الحاجات الأساسية والضرورية والمهمة جدا من أجل إصلاح المجتمع ومن أجل إصلاح الاقتصاد من أجل إصلاح الأجيال. كانت كلها نقاط تهدف إلى الرقي، لم تكن تهدف إلى مصالح شخصية للحزب ولا للأشخاص. جميل جدا. أخيرا توقف الحوار ربما للتمديد يعني وربما تم تمديده يعني واستأنف جلساتي يعني أنا موقفكم أنتم كحزب يعني من نقاش بعض المواضيع التي يعني أثارت يعني ضجة إعلامية وهي قضية الدستور وقضية الماموريا وقضية يعني كذلك تغيير النشيد والعالم الآخري. صحيح. النقاط هذا طبيعي جدا أن تكون هناك وجهات نظر متباينة، طبيعي جدا أن تكون هناك نقاط نوافق عليها ونقاط لا نرضى بها ونقاط يمكن أن نساوم عليها، نتيجة لأن هناك أحزاب متعددة وهناك أيضا شخصيات مستقلة ومنظمات مجتمع مدني الكل مشارك، إذا من الطبيعي جدا أن تكون هناك نقاط لا يتفق عليها الجميع. المهم والأساسي في هذا أن الحزب كل ما من شأنه أن يكون حوار أو نقاش يمكن أن يفضي إلى نجاح ولو نقطة واحدة يعتبره مكسب بالنسبة للشعب الموريتاني، لذلك شاركنا في هذا الحوار. النقاط التي يتم الآن النقاش حولها في الورشات هي نقاط طرحت من أحزاب متعددة، لكن المهم هو المخرجات، على ماذا سنتفق في الأخير؟ هل نحن مع هذه النقطة أم لا؟ هل نحن سنوافق على أن يتم هذا أم لا؟ هذا ما ستحدده المخرجات التي نسعى في الحزب سعيا جادا لأن تكون في مصلحة. يعني ظلت الأمور على هذا المجرى يعني تمديد ثم تمديد ثم تمديد، متى سنصل إلى المخرجات؟ والله لا أدري متى سنصل إلى المخرجات، في الأخير لا بد أن تكون هناك مخرجات. هذا تعب أيام متعددة ودراسة واجتماعات لا يمكن أن تفضي إلى لا شيء. في الأخير يجب أن نحصل على نتيجة، وهذا ما نتوقعه وهذا ما نرجوه وهذا أيضا ما يرجوه الشعب. أخيرا كيف ترون يعني مخرجات قوية تؤثر على الشعب الموريتاني بدون مشاركة أقطاب سياسية وازنة في الطيف المعارضين؟ في الحزب طبعا نحن نتمنى أن تكون لمخرجات الحوار مردودية إيجابية جدا جدا على الشعب الموريتاني. بوجود هذه الأحزاب أو بدون وجود هذه الأحزاب الحوار بدأ والنقاش بدأ. بعض النقاط التي تمت إثارتها ونقاشها في هذا الحوار ربما ضمن النقاط التي كانت من مطالب الجهة التي لم تشارك، إن كانت ستؤثر سلبا أم إيجابا عدم حضورها للحوار هذا شيء لا يمكنني أن أبت فيه إطلاقا، ولكن أعلم أيضا أن الأحزاب والأشخاص الذين أتوا إلى الحوار أيضا كل له مطالبه كل له رؤيته يتمنى أن تتجسد، يرى فيها المصالح ربما لا تتعارض كثيرا ولا تتناقض كثيرا مع بعض النقاط التي كانت ضمن الورقة التي لدى الجانب الذي لم يشارك حتى الآن. لا أقول القول التقليدي ندعوهم للالتحاق بنا، طبعا موريتانيا تحتاج إلى الجميع، موريتانيا تحتاج إلى الجميع، ربما هم في صمتهم يرون مصلحة وربما نحن في مشاركتنا نرى مصلحة. أشكرك جزيل الشكر سيدة الكريمة لالا متبنى نائب رئيس حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال، كنت ضيفتي في مسائية قناتي الوطنية.